نخش على المنتج بتاعنا السريع اهو. هو بقى خلاص احد اللي احنا المره بتاعت احدث تكنولوجيا في صناعه الويب كومبوزيت. حاجه تاريخيه بدات من سنه 70 وانتشرت 78 2001 ابتدى يسرق السوق من الابلكيشن. انت فاهم على ايه؟ الابلكيشن ابتدى يقل ويشح مش قليل. الصناعه دي اتطورت راحت واخده حل في مكانه. فدلوقتي 60% دلوقتي من الانواح من اللي هو بلاند ستراند بور اورينتد موجه ستراند خشب شرائح بور اللوح لوح من الشرائح الموجهه موجهه اهو ادي اللي احنا بنتكلم عليه التوجيه. يعني الشريحه بتاعتي وجهتها في اتجاه معين والجزء اللي تحت وجهتها في نفس الاتجاه الموازي عامل الاولاني. في النص هنعمل زي خشب الابلكاش هنعمل طبقه عرضيه علشان اللوح الاسبان بتاعه يحمل الضغط كده يكون ده كده وفي نفس الوقت يتحمل كده. لو كل لوح في اتجاه واحد اللوح يقطع منه في النص هنا لكن واحد هيشيل احيان كتيره كده لكن في الاتجاه العرضي. عشان كده بعملكم فورتيفاي او تقويه بالسبانز في الاتجاه المعاكس في النص. دي زي ما اسمها احنا قلنا الاستراكشر بورد يعني استراكشر الواح خشب بنائيه. يعني دي معظمها بتستعمل في المباني في الكود الستاندرز بتاع امريكا كندا اوروبا البرازيل تشيلي الصين. ما حدش في العالم اللي في الوطن العربي هو اللي بيستعمل زي ما اتفقنا من الاول البلوكات الكونكريت والبلوكس والسيراميك او البلاط. العالم كله البيت بيجهز او المكان كله بيجهز في العماره